رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الصبر لا إله إلا الله والله أكبر. Pelan-pelan ke sana juga. Ke sana. La ilaha illallah wallahu akbar. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطرح أسماء عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشي وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازين وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على وجهه ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you.